مهرجان زايد التراثي كان وجهة المجموعة الثالثة من قائمة المئة، وإلى منطقة الوثبة وصل شعراءنا للتعرف على هذه الفعالية الرائعة اللي تم إطلاقها عرفاناً بالدور المحوري للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في الحفاظ على تاريخ الإمارات ومسيرتها الثقافية الغنية بالتراث والأصالة والعادات والتقاليد. الشعراء تجولوا في أقسام المهرجان اللي يعبر عن قيم التسامح والمحبة على أرض الخير والسلام، وأكيد تعتبر دورته الحالية الأكبر من نوعها احتفاء بمرور 100 عام على ميلاد باني الدار الشيخ زايد رحمه الله. وبعد ما وصل الشعراء لنهاية الجولة حصل كل واحد منهم على مغلف فيه سؤال يسلم أجوبته لاحقاً.